طارق صالح يتحدى الانتقال ويترأس اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الوحدة في عدن. لنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر عالمية عن ترتيبات كبيرة للاحتفالات ستشهدها مدينة عدن بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية 32 برعاية مباشرة من طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد الذي يترأسه رشاد العليمي. ونشرت صحيفة رسمية تابعة لحراس الجمهورية ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اللجنة التحضيرية للاحتفال بالعيد الوطني 32 لتحقيق الوحدة اليمنية 22 من مايو والذي سيقام في ساحة العروض في عدن. وفي بداية الاجتماع أكد طارق صالح أهمية أحياء عيد الوحدة اليمنية في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء اليمن وتفويت الفرصة على من يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويسعون لتمزيق الوطن الواحد حد قوله. وقال طارق صالح أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أزال الكثير من سوء الفهم بين الفصائل اليمنية المقاومة لمن وصفهم بجماعة الحوثي ومن ذلك ما يتعلق بالوحدة اليمنية وأن تكون عدن عاصمة لكل اليمنيين. واعتبر طارق أن الأخطاء التي رافقت الوحدة كانت في طبيعتها أخطاء فردية لا يمكن أن تكون مبررا لدعوات التمزيق وهذا ما بات الجميع مقتنعا به وخصوصا الإخوة من أبناء المحافظات الجنوبية. ووجه نائب العليم الشكر للمجلس الانتقالي الجنوبي على ما أظهره من حرص على الوحدة اليمنية خلال النقاشات بين قيادات المجلس والرؤية التي يمتلكها المجلس لمعالجة الأخطاء التي رافقت الوحدة. وكان طارق صالح أكد خلال الاجتماع أن الوحدة وجدت لتبقى وستتحقق حطموا على صخرتها الصلبة كل المؤامرات. فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.